الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر استووا اعتدلوا استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأن أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. As you've just, mashallah, enjoyed from our humble Sheikh recitation, Sheikh Abdulaziz Al-Zahrani from Jeddah, subhanallah, everyone was anxiously waiting for him. Today he's with us here, inshallah, through the help of our humble brother who was become part of this masjid, part and parcel of course, obviously of this masjid, Brother Abu Ayman, inshallah. I just want to call my Imam, our Chief Imam, Sheikh Bali, just to welcome them, and then inshallah let's stay seated, remain seated inshallah, and we will hear from the Sheikh and the brothers as well, as well as the fundraising. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, first of all we thank the Sheikh for leading us in this beautiful recitation with Salat, Alhamdulillah. And the Sheikh, he hasn't got much time because from here he has to go to another place, Bismillah Ta'ala. Therefore, I will leave it for Brother Ayman to see the program for today, inshaAllah. Fadl. Barakallah Fik, Sheikh Abdul Munim, inshaAllah, will do the introduction. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. We at Al-Haramain Group UK would like to thank the Masjid Committee first and foremost for their kind hospitality and support accommodating us to be with you tonight. We've got a world-renowned Quran reciter and head of the Committee of Qurra in Jeddah, Al-Sheikh Abdulaziz Al-Zahrani. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and elevate him. Alhamdulillah, this special program has been organized in collaboration with the Masjid in aid of the Rohingya crisis. We will now call upon our charity sponsor, Human Appeal, who played a vital role in facilitating tonight's program, just for a quick presentation and a fundraiser.
We request all the brothers and sisters, inshallah, to be patient with us as we're restricted in the time frame. But inshallah, as soon as the fundraiser is over, then we'll hand it back over to our sheikh, who'll give a small lecture, and then after which he'll finish off with his qira'ah. Barakallahu feekum. Inshallah, the sheikh now will be delivering a lecture which will be translated sentence by sentence, followed by some extended qira'ah, inshallah. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يحدث أصحابه. The Prophet صلى الله عليه وسلم sat in his masjid speaking to his companions. فدخل ثلاثة نفر. Three people entered. فأحدهم وجد مكانا في الحلقة فجلس. One of them found a space in the sitting, so he sat. والثاني وجد الناس متحلقين فجلس بجوار الحلقة. And the second one, he came in, saw everyone gathered around, so he sat a bit further away from the gathering. والثالث دخل ووجد الناس مجتمعين حول النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفسه ليس هناك جديد خرج من المسجد. And the third one entered the masjid, he saw the gathering, the companions around the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and he thought that this is not something new, this is he's doing this every day, so and he left the masjid. فَلَمَّا انْتَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ حَدِيثِهِ When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam finished his speech, قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَبَرِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ He said, shall I not tell you this of the story of the three people? قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ They said, the companion said, yes, O Prophet of Allah. قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. Indeed, but the first one, for the first one, first person, he came to Allah and Allah accepted him. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. And the second one, he was shy from Allah, so Allah shied away from him. وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. And the third one, he turned away from Allah, so Allah turned away from him. ولذلك ينبغي في حال سماع الكلمات والمواعظ أن نجتمع ونقرب. And that's why when there's a gathering of khair, we should always sit down together and listen. لماذا؟ Why? Why should we do this? لماذا نجتمع ونقترب في سماع المواعظ؟ Why do we sit down and listen? نعم نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول The Prophet صلى الله عليه وسلم said ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله When a gathering of people gather in the house of Allah يتلون كتاب الله reciting the words of Allah ويتدارسونه بينهم studying the words of Allah between them إلا نزلت عليهم السكينة Allah's tranquility comes down upon them وغشيتهم الرحمة and His mercy befalls upon them وحفتهم الملائكة and the angels surround them وذكرهم الله في من عنده and Allah will mention them to who He has in the heavens فما ظنكم إن كان هذا المجلس هو مجلس قرآن So what do you think if this gathering was a gathering of the Quran? كيف سيكون الأجر من الله عز وجل? How will the reward be from Allah عز وجل? لأن أعظم كلام هو كلام الله. Because the greatest words are the words of Allah. هو حبل الله المتين القرآن. Because the Quran is Allah's thick rope. هو الصراط المستقيم. It's the correct path. من تمسك به نجا. Whoever holds by the Quran, he has succeeded. فيه خبر من قبلنا ومن بعدنا. خبر من قبلنا من الأمم السابقة in the news of the people who are before us and after us
وهو القرآن، هو الكلام الذي تكلم به الله عز وجل حقيقة. And the Quran is the words that Allah subhanahu wa ta'ala said in truth. وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم أول ما سمعه فأرخى له أذنه. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he first heard it, he listened to it attentively. وفتح قلبه. And he opened his heart. فسمع أول آية في كتاب الله. He's listened to the first verse in the Quran. ما هي؟ What's the first verse? اقرأ. اقرأ meaning recite. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Recite in the name of who he has created. هذا القرآن عظيم. This Quran is great. عظيم لأنه عظيم في معناه وعظيم في كل آية فيه. It's great because of not only because of its meaning, but every single verse in it is great. هذا القرآن معلم من أول آية فيه يدعو إلى التعليم وإلى العلم. This Quran is a guide for us. From the first verse, it teaches us. القرآن لا يريد من أصحابه أن يكونوا جهلاء. The Quran doesn't want its people to be ignorant. ولذلك من أخذ القرآن وحفظ القرآن في قلبه وعمل به لا تمسه النار. And that's why he who has taken the Quran, memorized it, and kept it in his heart, the hellfire will not touch them. لأنه نور. Because it is light. نور من نور الله عز وجل. It's one of the lights of the lights of Allah. هذا القرآن يا أحبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول. The Prophet صلى الله عليه وسلم said. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best amongst you is he who learns the Quran and teaches it. والنبي عليه الصلاة والسلام طبق هذا الحديث متعلما ومعلما. And the Prophet صلى الله عليه وسلم implemented this hadith as a student and as a teacher. فكان متعلما من جبريل عليه السلام. Because he studied it from Jibril عليه السلام. ومعلما لأصحابه. And he taught it to his companions. ولذلك هذا القرآن وصل إلينا بالتواتر. And that's why this Quran reached us in stages. وصل إلينا حتى إذا أخذ واحدا منا سندا يقرأ في سنده عن شيخه فلان عن شيخه فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى عن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. And that's why when someone takes a chain from the Quran, he's linking himself from his sheikh to his sheikh to his sheikh to the companions to the Prophet صلى الله عليه وسلم to Jibril عليه السلام to Allah. It's a direct link to Allah. فالعلماء كانوا يحرصون على أخذ هذا السند. And that's why the scholars were very careful to take this chain. لأنه أعظم شهادة على مستوى العالم. Because it's the greatest certification in the whole world. وأفضل شهادة. وأفضل شهادة. مستحيل أن تجد شهادة متصلة منك إلى الله عز وجل إلا في هذا القرآن. And if you were to get the best certification, you'd never find a certification that links you to Allah عز وجل except the certification from the Quran. كلنا ماذا نريد في الآخرة؟ What do we all want in the hereafter? نريد جنة الله عز وجل. نريد رضوان الله عز وجل. We want Allah's pleasure. طيب. إذا أنت أخذت القرآن if you take the Quran بهذا السند المتصل إلى الله عز وجل with this chain that's linked to Allah عز وجل أتعتقد اعتقادا ولو يسيرا أن الله سيعذبك do you think that even slightly after you take that chain to Allah that Allah will punish you? لا أبدا. Impossible. Allah will never punish you. إن الله لا يعذب بالنار من قال لا إله إلا الله.
Allah does not punish with the hellfire he who has said La ilaha illallah. فما ظنكم بالذي يحمل القرآن في صدره؟ So what do you think about the person who holds the Quran in his heart? هذا الذي يحفظ القرآن لكن ما فضل القرآن على والديه؟ This person who has learned the Quran, what's the benefit this Quran will bring for the parents of this person? Does anyone know? يوم لا ذل ولا ذل. ها؟ يوم لا ذل ولا ذل. يوم لا ظل إلا ظل. جميل. غيره. Something other than that. ها؟ I think it will help the parents of the parents by reading the Quran and beg for mercy for them. جميل. يوم القيامة. On the day of judgment. إذا قام العبد من قبره. When the servant comes out of his grave. خرج من قبره شاحب الوجه. He comes out of the grave very old and wrinkly. والقرآن واقف عند قبره. And the Quran will be standing at his grave. فيقوله هل تعرفني؟ And the Quran will say, Do you know me? فيقول لا أعرفك. This person will say, No, I don't know you. فيقول أنا من أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. The Quran will say, I am the person that took your time on the day and took your time in the night. ويقول له اليوم كل تاجر من وراء تجارته. And the Quran will say, Today every trader is following their trade. واليوم أنت من وراء كل تجارة. And today you are behind every trade. ثم يعطى الملك بيمينه. And then he will be given the kingdom in his right. والخلد بيساره. And eternity in his left. ويلبس تاج الوقار. And he will be crowned a crown called وقار. هذا حامل القرآن. That's the حافظ of the Quran. ثم يلبس والديه تاج الكرامة وحلة الكرامة. Then his parents will be given the crown of honor and the garments of honor. فيقولان بما كسينا هذا. The parents will say, why have we been given this special clothing? فيقال لهما بأخذ ولدكم القرآن. It will be told to them because you gave your child the Quran. ثم يقال له اقرأ وارق في درجات الجنة وغرفها. Then you will be told to him, recite and elevate yourself in the levels of Jannah. فهو لا يزال في صعود ما دام يقرأ هذا أو ترتيلا. And he will carry on rising in the levels whether he read fast or whether he read slow. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يصف جزء من هذا التاج على رأس الوالدين. In another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam describes a part of the crown that will be the crown of honor that will be given to the parents. جزء من الجواهر الموجودة في هذا التاج. A small part of the jewels that are going to be on this crown. يقول الضوء الذي في هذا التاج. He says the light that is from this crown. أقوى من ضوء الشمس. Is stronger than the light of the sun. هذا للوالدين. This is for the parents. فكيف بحافظ القرآن؟ So if this is for the parents, then what about the person who has learned the Quran? والله عز وجل يقول عن القرآن. And Allah عز وجل says about the Quran. مسألة أخذ القرآن ليس أمر باليسير. هو أخذ وعمل. Taking the Quran isn't just taking it, it's taking it and implementing it. إذا أخذت بالقرآن وعملت بالقرآن أعطاك أعظم هدية. If you take the Quran and you implement the Quran, Allah will give you the greatest gift. كلنا نريد أن نكون من أفضل الناس، صح ولا؟ All of us want to be the best of the people, isn't that right? نعم. الله عز وجل يقول عن القرآن وعن الأخذ بالقرآن. Allah عز وجل says about the Quran and about taking by the Quran.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Indeed, this Quran guides to what is the best. هي أقوم, أفضل شيء. It's the best thing. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. And he gives glad tidings to the believers that do the good deeds. كيف عرفوا الأعمال الصالحة؟ How did they know the good deeds? How do these believers know the good deeds to do? كيف عرفوا هذه الأعمال الصالحة وعملوا بها كيف؟ How did they know about these good deeds and how did they do these good deeds? من أين جاءوا بها؟ Where did they bring these good deeds from? من القرآن. From the Quran. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا لم يقل الله حسنا. ما قال حسن ولا قال أجر عظيم, قال أن لهم أجرا ها لا لا كبير كبيرة. Allah said that the person who does all this, he didn't say they get great reward, he said they get the biggest reward. والله عز وجل يقول في القرآن عن نفسه, Allah عز وجل says in the Quran about himself, ومن أصدق من الله قيلا, and who's more truthful in saying other than Allah. فإذا قال الله أجرا كبيرا أي كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. So if Allah says the reward is big, then it's going to be big in the biggest way possible. ليس هناك شيء أكبر من هذا الأجر. There's nothing bigger than this reward. ولذلك ينبغي أن نعتني بالقرآن. And that's why we need to take care of the Quran. وأن نهتم بحفظ القرآن. And we have to take care of memorizing the Quran. وأن نتلو القرآن. And we have to recite the Quran. ونعلمه أبناءنا. And teach it to our children. ونحاول أن نحفظ نحن القرآن. And we ourselves try to learn the Quran. كلكم تستطيع أن تحفظ القرآن. Everyone here can learn the Quran. أنا أعطيكم وعد أنكم تستطيعوا أن تحفظوا القرآن. He's saying, I give you a promise that you can all learn the Quran. رجل في السعودية. A man in Saudi Arabia. عمره فوق 70. His age is 70 plus. فجاء عند أحد المشايخ. He came to one of the مشايخ. هذا الشيخ اسمه موسى الجاروشة. The sheikh's name is موسى الجاروشة. قرابة 30 سنة يعلم القرآن. This sheikh has been teaching the Quran for almost 30 years. فجاء هذا الرجل الكبير في السن. This old man came to the sheikh. قال يا شيخ أستطيع أنا أحفظ القرآن؟ And he said, oh sheikh, can I learn the Quran? قال نعم تستطيع. The sheikh said, yes you can. لماذا؟ Why? Why can this person learn the Quran? كيف يستطيع أحفظ القرآن؟ Even though he's 70 plus. هو كبير في السن. أي نعم. لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Because Allah says in the Quran, we have made the Quran easy for memorization. الشيخ اهتم بهذا الرجل الكبير في السن. The Sheikh took care of this elderly person. وخلال 3 سنوات حفظ القرآن. And in 3 years, this elderly person finished. كان يحفظ في اليوم ممكن آيتين 3 آيات. Every day he would learn 1 ayah, 3 ayahs, 4 ayahs. لكن الرجل الكبير في السن ومن البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت. And this elderly person is very old, so he would go from his house to the masjid, from the to his house. هذا الرجل قبل أن يموت. This person before he passed away. ممكن بقرابة شهر. By about a month before he passed away. ختم القرآن. He finished the Quran. أي نعم. وكان في المستشفى في منوم في المستشفى. And he was in the hospital. They kept him in the hospital. وكان يسمع آخر الورد من القرآن. And he would recite to the sheikh the last part of the Quran. أراد الله هذا الرجل صدق مع الله فصدق الله معه. This person believed in Allah, so Allah gave him. هذا الرجل أنا لا أعرفه لكن شيخي يعرفه. This person, the sheikh doesn't know him, but the sheikh's sheikh knows him. والشيخ هذا موسى هو من ذكر هذه القصة. And the sheikh Musa himself, who is the sheikh's sheikh, said this story. أختم ب قصة حصلت للإمام نافع رحمه الله.
And the Sheikh will finish with a story that happened to Imam Nafi rahimahullah. الإمام نافع هذا من الأئمة من علماء القراءات. Imam Nafi is from one of the scholars of the recitations. ومن علماء المدينة في القراءات. And from the scholars of Medina in the recitations. كان رجلا قصيرا. He was a short person. وكان رجلا أسود الوجه. And he was a person who was dark faced. وكان رجلا ليس بالجميل ابدا. And he was a person who was not nice in any way. لا يريد ان يحضر اليه احد. Nobody wants to come to him. لكن من اجل القران كانوا يحضروا اليه. But because of the Quran they used to come to him. سأله مره تلميذ عنده. One of his students once asked him. قال يا امام. He said, oh imam. ماذا لما نجلس معك وتقرا القران نشم من فيك رائحة طيبة. He said, oh Imam, oh Sheikh, why is it that every time that you recite the Quran, we smell from your breath a very sweet smell? طبيعي الناس كلهم يحاولوا أن ينظفوا أفواههم حتى لا تخرج من بعث رائحة غير جيدة. Everyone normally tries to clean their mouth, clean their teeth, so it doesn't smell bad. قال الإمام. The Imam said. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. I saw the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in my dream. وهذا رجل الإمام هذا كان كفيفا لا يرى. And this Imam was blind, he couldn't see. قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقرأ في القرآن. I saw the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in my dream reciting into my mouth. قال فلما استيقظت شممت هذه الرائحة. And when I woke up, I smelled this smell. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. This is something Allah gives whoever He wills. والله ذو الفضل العظيم. And Allah is indeed one. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن. نسأله سبحانه أن يرضى عنا رضا لا يسخط بعده أبدا. نسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد. اللهم واجمعنا به اللهم واجمعنا بكل بر سعيد. اللهم واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من أهله. اللهم احشرنا في زمرة أحبابه. اللهم اجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم إنا نشهدك وأنت في عليائك أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم نشهدك وأنت في عليائك أننا نحبه. اللهم احشرنا معه. اللهم احشرنا معه. اللهم احشرنا معه. اللهم إنا نشهدك وأنت في عليائك أننا نحبه ونحب صحابته ونحب أهل بيته ونترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونترضى عن عائشة أم المؤمنين. اللهم اجمعنا بهم. اللهم اجمعنا بهم. اللهم اجمعنا بهم. اللهم احشرنا في زمرتهم. اللهم احشرنا في زمرتهم. اللهم ارض عنا وعن والدينا ووالد والدينا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا
تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. تكبير. سبحان الله. My dear brothers and sisters in the deen. May Allah subhanahu wa ta'ala reward the Sheikh abundantly. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him and his family al-Jannah bighayri hisab. My dear brothers and sisters, I cannot express the joy that we have today in this masjid. But however, I will pass the mic to our dearest chairman there just to say 2-3 words equals to 5. And my Sheikh, they are in haste now. I mean, they didn't have to go at Tutin Masjid, inshallah, you should be there very soon. Just pass the mic to the chairman. Inshallah, then Sheikh Bimba will conclude there, inshallah. Jazakumullah khairan. Just a few words quickly, then the Sheikh will go. Brothers and sisters, I say assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I want on behalf of the Jama'ah here, your Sheikh, to say thanks to you and all the delegation who are here with us today in this masjid. May the Almighty Allah bless you, guide and protect you all. This is a new thing to us, not a new thing, but for you to come here to exactly tell us exactly what we should do as Muslims, we are happy to hear that. Because whoever be a Muslim, know that when you say innama al-mu'minina ikhwa, we are all the same inside Islam, be you black, red or white, or whatever color you are. If you do that, then you are a brother and a sister to the other Muslim brother. We are so happy today to have you here, listen to your reading, listen to your message. Inshallah, we will do everything possible to walk in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. On behalf of the Jama'ah again, I say thank you. May Allah bless you. Allah bless the delegation here with us here today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nearly reward my humble young man there. He's the youngest of all, mashallah. 86 years old, mashallah. May Allah reward you and thank you very much, inshallah. Sheikh Bimba, can you just make the khitam now, inshallah? That's one of our humble Sheikh, درس في Jamia Islamia. Alhamdulillah, من خريج Jamia Islamia. فأحد الأئمة في هذا المسجد, mashallah, أحد الخطباء. جزاه الله عنا خير الجزاء. Mashallah. Bismillah, salatu salam, rasulullah. Many thanks and praise to Allah subhanahu wa ta'ala for the arrival of one of our teachers, one of the scholars of the deen, to come and awaken our iman, to pour into our hearts a noble message of Islam, and using the most upright, the most unique book that Allah subhanahu wa ta'ala has sent down, which is the Quran. No words can explain the magnificence of what he said, the wonders, the eloquence. So we are very, very privileged and happy
to have come and to have listened to his talk and his beautiful recitation. My brothers, these are the things that make a Muslim, your heart becomes very soft. You cannot be listening to this and you have a very strong heart. You cannot be listening to this and you don't think of Yawm al-Qiyamah. You cannot be listening to this and you don't forgive your brothers and your sisters in the deen. You cannot be listening to this and you're not a good dad. You're not a good husband. You're not a good wife. You're not a good employer. You're not a good employee. That means it goes into one ear and it leaves the other part. This is what we were grown up into. When we went to study everything, every single day, they would teach us, we'll go and listen to them. So sometimes people are taking advantage of our humility. It is because of the deen. But let them take advantage. But Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the ayah He read, Sami' Basir, He sees you and He knows what you're doing. So let's pray for the brother, for our teacher, for all this that he's brought to us, all the dua he's made for us. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it. And all this lecture that is given to us. Your children are there now. He's telling you the benefit that you get when these children learn Islam. You know, some of you, you don't volunteer to come to the madrasa to help us train these children. You sleep on Sundays. We have said, come and volunteer. You don't have to be an alim. Just come so that we can make these children obey and listen to the ustaz. But you do it in English schools. Some of you are governors in those schools. But when he comes here, you don't want to come. When it's parents' evening, we don't see you. May Allah subhanahu wa ta'ala make it goes into your hair. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us and all our people who have passed away. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon them. Fa nashkur al-shaykh. Fa yani kama yuqal yani nashumu minka rahyata as-saudiya. Fa nashkurukum shukran jazila. Fa hadha masjidukum. Fa inshallah natamanna lakum yani as-safar as-sa'id. ثم نتمنى لكم أن تعيدوا الزيارة يعني مرارا وتكرارا. جزاكم الله على العين والرأس. من العيون خلاص. أوكي شيخ. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. نشكر الشيخ بهذا اللقاء. We thank him for this gathering. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him. And the main aim and objective is that you should try as much as possible to fundraise, donate for our brothers and sisters who are suffering Rohingyas. Prophet sallallahu alayhi wa sallam had said that for me to go and make sure that I fulfill the need of my brother is better for me than to make itikaf in my masjid for 1 month. Making itikaf in the masjid of Prophet sallallahu alaihi wasallam for 1 month, just for you to go and fulfill the need of your brother or sister. So please make sure you do it, and may Allah bless you, all of you, and the brothers who also have come. Jazakum Allah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I really appreciate it.